إننا نرى البتول القديسة سراجا مضيئا ينير للذين في الظلام، لأنها بإيقاظها المنارة غير المادية تهدي الجميع إلى المعرفة الإلهية، منيرة بالإشراق ذهنهم فيكرمونها هكذا. افرحي يا شعاع الشمس العقلية، افرحي يا شهابا لنور لا يغي، افرحي يا برقا ينير النفوس، افرحي يا رعدا يصعق الأعداء، افرحي لأنك تطلعين النور الساطع، افرحي لأنك تنبعين نهر الدفيق، افرحي يا من تمثل صورة بركة الطهارة، افرحي يا من تزيل دنس الخطية، افرحي يا مغسلا يطهر الضمير، افرحي يا إناء تمزج فيه البهجة، افرحي يا رائحة المسيح الطيبة، افرحي يا وليمة للحياة السرية، افرحي يا عروسا لا عروس لها. افرحي يا عروسا لا عروسا لها. لما أرى دمه في ديون البشر جميعا أن ينعم عليهم بترك الديون القديمة، حضر بذاته إلى الذين تغربوا عن نعمته، فمزق السك المكتوب عليهم، وهو يسمع من الجميع هللويا. هللويا. أيتها الأم الجديرة بكل مدينة، يا من ولدت الكلمة الأقدس من كل القديسين، يا أنت يخصها والدة الإله ظل سينا، يا ذات كل تسبيح، أيتها الأم التي ولدت الكلمة الأقدس من كل القديسين، أيتها